قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حتى الابتلاءات دي كلها، يا نهار أبيض، كل الفتن اللي موجودة، كل المشاكل اللي بنسمعها في المجتمع، كل الضغوط اللي على ناس كتيرة، كل التحديات والمشاكل، ربنا يقول ولنبلونكم بشيء. ياه، يعني كل ده شيء ليه؟ عشان تتعلق بسم الله تبارك وتعالى الصبور، وتصبر وتأخذ بالأسباب وتلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يبقى الخوف ده محتاج صبر، والجوع، مش الجوع بس المم الأكل اللي ما تاكلش أو تشرب، لا، في جوع فكري، في جوع نفسي، في جوع للقلب، في قلوب الافتقاد، الافتقاد، الفقر، والعياذ بالله، في قلوب كتيرة أو فقيرة، ونفوس فقيرة، وعقول فقيرة، محتاجة تاكل، محتاجة تتغذى. كما أن للجسد طعام فكذلك للروح طعام، وللقلب طعام، وللعقل طعام، العلم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، تحصل لك أزمة مالية، والأنفس، حد يموت من عندك بأي طريقة أو أي وجه من الأوجه، والأنفس والثمرات، ويحصل نقص كمان في الثمرات والحاجات اللي احنا، والنتائج، نعم، الثمرات كمان، أي هدف انت سعيت ليه ما وصلتش لنفسه. ربنا بقى يختم الآية ببشرة، يقول لك مهما تمر بدول عندك دواء وكبسولة وعلاج، وهنستلهمه من اسم الله تبارك وتعالى الصبور. ربنا يقول وبشر بشرة اهو الصابرين. مين هم يا رب؟ يحكوا لنا، نقول يا رب اجعلنا من الصابرين، يا رب ارزقنا الصبر عند نزول البلاء، شيء جميل جدا. ولكن مين هم الصابرين؟ ربنا بيقول اهو الذين اذا اصابتهم مصيبه، لما تحصل له البلوى والمشكله at the moment، في لحظتها بالظبط، يعمل يجزع، انما الصبر عند الصدمه الاولى. اول ما يجي لك الخبر باي مشكله، هترضى ولا هتصبر ولا هتشكر ولا هتجزع وتسخط والعياذ بالله، وتقول يا رب هو البلاوي والمصايب والغم والمشاكل والهم والامراض ما بتحطش على دماغي انا وبس، ده اعتراض والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن هو محتاج تدريب من الانسان، ان في ناس بتشكر ربنا، والله العظيم انا اعرف ناس عندها ابتلاءات يا استاذه ساره، واجي اساله اخبار حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ وانا عارف ان هو عنده ابتلاءات، يقول لي اسجد لله شكر. ياه، ان هو بيشكر ربنا سبحانه وتعالى مهما كان عندي من ضغوط، ولكن ليس استسلاما واستكانه ونوما وكسلا طبعا وتخاذلا، ولكن اخذا بالاسباب. فكره بقى الحاله دي عشان نوصل لها، هل محتاجه استعداد من بدري قوي قبل ما يحصل البلاء؟ احنا اغلبنا نازلين الدنيا مش مدين خوانا، لا احنا مش هيحصل لنا حاجه فترة. ايوه، مع ان ربنا قايل لنا هنبلوكم بكذا وكذا وكذا، بس احنا مش في دماغنا ده. فده محتاج استعداد شكله ايه؟ محتاج استعداد اول حاجه من ثلاث جهات او من ثلاث مجالات. استعداد في الاسره، وده مهم جدا. أيوة. وده ادى لمشاكل كتيره احنا بنعيشها وبندفع ثمنها في واقعنا الملموس والمحسوس النهارده يا استاذه ساره. خلينا اكون صريح مع حضرتك، ما يعانيه المجتمع من عدم انضباط اخلاقي ومن انفلات في بعض التعاملات الشباب، والاحداث اللي بنشوفها، مش عايزين نعرض ولا نقول اسماء، كل الاحداث، حته الحديده بتبين لنا الاخبار لحظه بلحظه، الموبايل، كل واحد فينا بيعرف ايه اللي حصل، كل 24 ساعه بيجي لك الاخبار كلها. ولكن في ظل وتيره الاحداث دي، محتاجين الاسره، الاب والام، نوقف شويه اوف على السوشيال ميديا والموبايلات، ونقعد مع اولادنا ساعه في اليوم، نص ساعه، اتكلم، اتحاور، اسمعه، اشوف نفسيته، مين صحابه، بيفكر ازاي، بيعمل ايه، ونوعيهم على طبيعه الدنيا وهيحصل فيها طبعًا ايه. طبعا اقول له انا باباك اهوت، حصل لي مشكله في الشغل كذا، وحصل لي مشكله مع صاحبي كذا، وبمر بكذا، عشان الولد يطلع من صغره متعلم ومتدرب يعني ايه كلمه حياه، ويعني ايه موت، يعني ايه كلمه ابتلاء، يعني ايه مشكله، واقدر مش اول ما تحصل الولد مشكله ماليه يروح ينتحر والعياذ بالله. أيوة. لان نفسه هشه. صح، دي معاني محتاجه تتاسس من الاسره، دي رقم واحد. هذه الاسره. اتنين، المسجد والكنيسه. المسجد لازم يأصل لفكره التربيه الروحيه في علاقه الانسان مع ربنا، يكون ليه رصيد في علاقته مع ربنا. فاحنا كدعاء ومشايخ بنقدر نتكلم مع الشباب، نقدر نتكلم مع الناس، نقدر نتكلم في كل مكان، ان نذكر كلنا، مش احنا بس. ايوه، احنا والله بنحتاج التذكره، وانا بقولها لنفسي احيانا لما كلنا، احنا بشر طبعا، انسان بيقع في مشكله ولا الانبياء بعد. احنا اتكلمنا في الاول عن مشاعرهم طبعًا. ايه، فيحتاج مثلا يسمع رساله من حد مؤتمن، يسمع رساله اطمئنان من حد، لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. تقعد تتكلم زي ما احنا بنقول كمصريين، تفضفض مع حد انت بتحبه، فينور لك لمبه انت مش شايف، لان انت وانت جوه المشكله انت عايش ومتقوقع جواه،
لكن هو صح ممكن يكون شايفها من زوايا تانية بره انت مش شايفها. دور البيت كويس. ودور يبقى المسجد دور البيت ودور المسجد. الدور الثالث والمهم جدا دور المدرسه والتعليم. ان يبقى عندنا حصه للقيم سيشن، فكره الدين اللي مش داخل في المجموعه وخلاص على كده. ايوه حصه بقى او سيشن للقيم والمبادئ، ونحكي لهم مواقف ويحصل عليها ورك شوب وتدريب عملي، ان احنا مثلا في الحياه قد يمر انسان بتجربه ما فيتصرف ازاي فيصبر ازاي. لكن يا استاذه ساره لو احنا سيبنا نفسنا من الثلاث حاجات دول ما ركزناش فيهم، ان احنا الاسره تبقى ملخبطه جدا، وعلاقتنا بربنا صعبه ومحتاجين نظبطها ونرجع، علاقتنا مع المدرسه والتعليم والتربيه محتاجه يكون فيها بعض النظر لعقول ونفوس وقلوب شبابنا الصغير اللي بيتربى في المدارس والجامعات، عشان هو ده بعد 5 سنين هيبقى نواة المستقبل الحقيقيه. زي ما حضرتك اتكلمنا على ان لازم في اساسات تتزرع. نعم. اول حاجه فيها ان في حاجه اسمها ابتلاء، وان احنا في الدنيا جايين نختبر. نعم. مش جايين نتسلى ونمشي. لا نعم. لا هي جايين كمنظومه كامله بالظبط، يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنه. انت هيبقى عندك صراع في الدنيا بين الخير والشر والصح والغلط والحرام والحلال والفجور والتقوى. أيوة. دي منظومه كده موجوده بالظبط، دي لازم تتجاهد نفسك كاساسيات. في حاجه تانية بقى، فكره المده والزمن والتوقيت عند ربنا غير توقيتنا. نعم. دي من المعاني الفلسفيه اللي محتاجين نبسطها، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم. فاحنا نشوف ابتلاء بالظبط، احنا نشوف ان سيدنا ايوب قعد كام سنه مبتلى، 18 سنه، وسيدنا يعقوب يقال 40 سنه. نعم. كذا احنا بنشوف سن دي 40 سنه. برغم ان الوقت في نهايه تيجي تحكي دلوقتي كله عدى. بص حضرتك في مقوله جميله قوي للامام ابن القيم بتقول كما ان للانسان عمر، كل واحد ليه تايم 60 70 80 هيعيش في الدنيا ربنا مقدر له، فكذلك للابتلاءات والهموم عمر لها وقت. واسالي اي حد كده عنده مشكله ما، مثلا مظلمه، هم، غم، مرض، اي حاجه بتواجهه في الحياه من ابتلاءاتها، يقول لك يعني انا قعدت فيها 3 سنين 4 سنين 6 شهور، هي اقدار ربنا سبحانه وتعالى. ولكن انت لما تاخدها بجد، انا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله دي بتريح. أنا في النهاية كل ما أملك هو لله تبارك وتعالى، زي ما احنا بنقول بالبلدي كده وببساطة شديدة يا أستاذة سارة، منه إليه. صح. كله من عند ربنا وكله إليه، فدي بتريح النفس شوية. ولكن مش كبسولة أنا جاي أقولها كداعية أو شيخ عشان خاطر الناس تصبر وبتاع، لا خالص. إنا لله دي واقع، واقع في حياتنا كلنا. احنا اسأل نفسك كده، أنت اتولدت كان عندك اي حاجه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ما كنتش لا تعرف حاجه ولا معاك حاجه خالص. ولكن انت في رحله كبيره قوي في الدنيا، محتاج تذكر نفسك دايما انا لله وانا اليه راجعون.